ميدو اللي حلمت بيه قبل ما تبتدي مشوار الكورة من أول ما ابتديت لغاية النهاية ولبست شيرت النادي الأهلي في تحدي كبير ومفاجأة للجميع، حققت حلمك من مشوارك في الكورة؟ حققت كل حاجة، كل حاجة أنا ما كنتش بحلم بيها أصلا. يعني أنا ما كنتش بحلم في يوم من الأيام إن أنا ألبس تيشيرت نادي الأهلي. أنا لاعب في سن متأخر، كنت بتفرج على اللعيبة في التلفزيون فحاسس إن أنا بلعب زي اللعيبة دي، ممكن أحسن شوية كمان. لكن النادي الأهلي كان انت بالنسبة لعبت لي سنك كبير شادي، بجد والله؟ والله لعبت انت كام ده سنة؟ الناس كلها عارفة، لا لا انا الناس كلها عارفة. اتكلمت في خلينا القصة دي، لعبت 25 سنة، يعني يعتبر لعبت بجد 25 سنة. مين شافك بقى؟ مين شافني؟ تفتكر كابتن حسين علي موسى، الحكم الاسماعيلاوي اسمراني الاسمراني، شوية. طبعا فاكر. ده اللي طبعا. شافني في ماتش كده في العريش، قال لي انت ليه ما بتلعبش وليه وليه وليه، وبعد كده هو بقى اللي شجعني للقصه دي ورحت انت الاسماعيلي كنت زي في ما العريش قلت. عشان والدتك؟ علشان امي. فكملت في الكوره، كملت رحت على الاسماعيلي، وزي ما التقرير بصراحه قال حاجات أنا اول مره يقولوها، رحت على الاسماعيلي وبعد كده جه مدير فني تاني. 25 سنة انت بتتكلم، 25 سنة واحد راح للاسماعيلي، 25 سنة بتلعب مع ادم السلحدار وحمزة الجمل ومش عارف ومين ايوه. ومضيت. وكمان العقليه، انت جاي مش مستوعب برضو، اسماعيلي خالص كان وقتها قوي لا جدا. انا بص، يعني كان بالنسبة لي الموضوع انا مش عارف انا ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، وبعدين تلعب والناس ازاي وانت ازاي ما كنتش بتلعب كورة. فقلت هكمل، قلت هكمل في القصة دي، ورحت كابتن الاسماعيلية، كابتن الاسماعيلية على ام بي على بترول اسيوط، وانت عارف انت بتروح كبير وعنيت، انا عانيت، انا خلي بالك عانيت، ايوه. لان انت بتروح كبير فالناس يقول لك ايه، يعني هو بيتعطف عليك ده انت كبير. قلت انا راضي باي حاجه ان شاء الله، العب من غير فلوس، بس تاني سنه كنت باخد حقي كويس قوي. ف الحمد لله يا رب، الحمد لله انا كافحت قوي قوي في الكوره لغايه لما ربنا كنت محظوظ في التوقيت اللي رحت فيه انبي. على فكره في اسماء كانت تستحق تلعب في انديه كبيره وتحقق طبعا بطولات، يعني طبعا مثلا انا في طبعا لعيب كان بيعجبني قوي طبعا قوي، طبعا كان هاني عبد الله هاني عبد الله الهاف رايت، طبعا كان لعيب عبقري سوبر، طبعا، كان للامانه كان معاك عمرو زكي، مجدي عبد العاطي، مجدي عبد العاطي، انت كان ساعدك الجيل ده اللي سمير انت صبري اسم بالظبط. وصاروخ وعمرو عبده واسامه حسن، يعني بصراحه انا مش عايز انسى حد، كان جيل كله، عمرو فهيم، كان جيل عمرو الحديدي، محمد الحديدي، ايوه كان جيل. حماده شنح. انت كنت بتهرب مننا في الماتشات؟ مش عايز اتكلم. طيب عشان ميدو الجميل في الجماهير دايما لما بنعرض بتحب الكوره ما بتنساش نجومها سواء في الاهلي او في نادي الزمالك، ايه رايك في الكلام الجماهير؟ طبعا كلام، انا مبسوط جدا ان انا ما بحسبش نفسي على النادي الاهلي كلاعب كوره شادي، بمنتهى الامانه انا ما ليه؟ لعبتش في النادي الاهلي مع يعني عدد مباريات معدوده، وبعد كده جالي قطع في الرباط الدخيل لو تفتكر في ماتش ايوه. الترسانه اللي كنا متاخرين فيه وكسبنا الماتش في الاخر، وجالي قطع في الرباط الدخيلي في الاخر الماتش، وبعد كده حصل مشكله في النادي وانا اتصدرت فيها بصراحه من غير اي داعي، يعني اتورطت فيها، وانا تمسكت ان انا امشي في الاخر، انا كمان اللي طلبت امشي كمان من النادي عشان اكمل كوره. فككوره ما بحسبش نفسي، مع ان طبعا كانت اجمل حاجه، انا دايما بقول ان اجمل حاجه حصلت في حياتي ان انا انتميت للنادي الاهلي، حتى لو يوم، حتى لو نزلت التمرين يوم، وانت عارف الجيل اللي انا حضرته كان اعظم جيل في النادي الاهلي، يعني كل اجيال نادي الاهلي عظماء طبعا، لكن الجيل ده تحديدا كان حاجه، انت فاكر كان كل مركز فيه كام، وكانت حرب في التمرين، وكان حاجه مهوله يعني. لكن انا لما اشتغلت في القناه شويه وبدات احتك بالناس والناس بدات تعرفك والناس بتحس دايما بيك، في دي كانت فترتي الحقيقيه اللي انا ارتبطت بيها بالجمهور في النادي الاهلي، والحمد لله الحمد لله كل مكان بروحه يعني تحس ان انت لعبت في النادي الاهلي 10 سنين ولا حاجه، مع ان انا لعبت في النادي الاهلي يعني سنه، لكن كانت سنه، كانت اجمل سنه فعلا في حياتي.